خلينا نشوف التقرير التالي يتحدث عن قراءة في أوراق الحسن الجهني وحسام الكاشف. رائد التحدي يقمع في المركز الثامن في دوري زين السعودي للمحترفين، وهذا أمر لا يرضي عشاق هذا الكيان الذي ثبت أقدامه في دوري الأضواء وأصبح أحد الفرق العنيدة. فالفريق لعب 9 مباريات، 5 منها على أرضه، استطاع أن ينتصر في 2 وتعادل في 2 أيضا ليسجل خسارة وحيدة في بريدة. أما خارج الأراضي لعب الرائد 4 مواجهات كان للخسارة فيها النصيب الأكبر ب3 هزائم وفوز وحيد. انطلاقة الرائد كانت مشجعة بعد أن خرج بتعادل مع الفرقة الاتحادية في بداية مشوار الدوري، إلا أن تلقيه خسارة ثقيلة في الجولة الثانية عصف بأوراقه نوعا ما. وما أن أعاد ترتيب الأوراق وخاض الجولة الثالثة فحصل على 3 نقاط من الفيصلي، كما يعد فوزه على جاره وخصمه التقليدي التعاون من أهم المكتسبات التي حققها الرائد في هذه المرحلة من الدوري. ولعل سداسية الهلال التي استقبلتها الشباك الرائدية من جميع الاتجاهات كانت الأثقل مما أثار غضب الجماهير وسط تفاؤل إداري وفني بتخطي هذه الأزمة. حنكة التونسي عمار سويح مدرب الفريق بدعم من رئيس النادي أعاد التوازن الفريق في ظل ثقته بأن لديه لاعبين على مستوى جيد ويملكون إمكانيات كبيرة، خاصة الهداف ديبا ألونغا الذي يحمل في رصيده 6 أهداف. الجماهير الرائدية تطلب المزيد من فريقها وترغب في تقديم كل ما يملك من إمكانيات، فهل نرى الرائد يتقدم في ترتيبه ويحصد النقاط ويرضي بذلك مدرجه الكبير الذي أطلق عليه رائد التحدي؟ لبرنامج كورة حسن الجهني. أبو ضفاف الرائد. لا شوف الرائد محير صراحة، إدارة ممتازة جدا ومدرب قدير وعناصر متميزة، لكن النتائج صحيح أنها إلى حد ما أفضل من بعض الأندية، لكن لا تعكس الأمور اللي وفرت لها الفريق. أنا أعتقد أنه الرائد يجب أن يكون أفضل بكثير من الوضع، يعني لما تقارن الرائد الآن بالفتح يمكن نفس الأمور، الكفاءة التدريبية الجبال هنا وموجود هنا المدرب التونسي السويح، الإدارة ممتازة في الفتح، إدارة ممتازة في الرائد، حتى العناصر اللي لما موجودة في الفتح لا تقل كثيرا عن عناصر الرائد، أو ربما حتى العناصر الغير سعودية ربما نفس المستوى، سواء هنا سلمو وهنا ديبا ألونغو، في تكافؤ تام. لو الفتح والرائد أنت وضعتهم في ميزانين تجدهم متقاربين، ولكن نتائج هذا الفريق تختلف تماما عن نتائج هذا الفريق. الحقيقه وضع الرائد محير جدا انا بالنسبه لي. وقالها الاستاذ فهد المطوع، قالوا انه يعانون من نواحي ماليه. يعني الفتح ما يعاني من نواحي ماليه؟ والله قد يكون وضع انا ما ادري على الفتح. يعني حتى انا اقول لكن يمكن ربما الرائد قد يكون ماليا افضل من الفتح، انا من وجهه نظري. هو بس عموما يعني كلام عام، الاستاذ فهد المطوع قالها قبل فتره حتى هيئة رابطة دوري المحترفين، نعم. قال إذا وضعنا في الأندية ترى الحقيقة جدا وضع سيء، وإذا لم تتحرك الرابطة وتعطينا المستحقات المالية بنقدم استقالاتنا كلنا خلال فترة بسيطة. وخلال أقل من أسبوع صرفت. وصرفت. فإذا كان إنه يعني فمعنى إنه النادي أكيد، يعني أنا أعتقد إنه هذه جزء من الإشكالية. وضع الرائد مخيف للمشجع الرداوي. وضع الرائد لا لسه بدري ترى. لا زال الدوري طويل. طيب يحمس وضع الرائد مطمئن، يعني أكيد في انطباع الآن بعد كل هالجولات. وإحنا أعتقد إنه لا زال إلى الآن هو في مرحلة بين بين، لأنه له متأخر كثير، يعني لا زال رصيد النقاط يستطيع إنه يكسر الفارق على الأقل يدخل منطقة الدفع، يعني خلنا ما نقول إنه والله. خصوصا إنه يملك عناصر تفوق. يملك يعني قضية إنه. يملك يعني لا تدريبيا ولا عناصريا
ولا حتى إداريا يملك العناصر. تلاحظ ترى عندك الوحدة الآن وضعها صعب، والفيصلي صعب، الفيصلي وضعه صعب، هاجر وضعه صعب الآن. كل هذه الأندية بعد الرائد، التعاون، التعاون وضعه صعب، والوحدة، الوحدة صعب وصعب هذا الوضع. طيب خلينا نشوف تقرير عن عن اللي أصعب وأصعب، تقرير عن الأصعب وأصعب الوحدة. تسع جولات مضت من دوري زين السعودي للمحترفين، وسبعة وعشرين نقطة لم يحصد منها فرسان مكة سوى نقطة واحدة. تخبطات بدأت منذ البداية، وثلاث مدربين قادوا الفريق فقط خلال تسع مباريات. أولهم المدرب المصري بشير عبد الصمد، والذي قاد الفريق أربع مباريات ومن ثم قدم استقالته. بعدها كلف المدرب الوطني بدر هوساوي، والذي قاد الفرسان مباراتين فقط حتى تم الاتفاق مع المدرب التونسي وجد الصيد، والذي حتى الآن أشرف على ثلاث مباريات. الوحدة خسر ثمان لقاءات وله تسعة أهداف وعليه 21 هدف ويحتل الترتيب الأخير. سنأخذ إحصائيات بالنسبة المئوية لفريق الوحدة. في أرضه نسبة الفوز 0%، ونسبة التعادل 0%، ونسبة الخسارة 100%. أما في خارج أرضه نسبة الفوز 0%، ونسبة التعادل 20%، ونسبة الخسارة 80%. مجموع النسبة المئوية لفريق الوحدة داخل وخارج الأرض نسبة الفوز 0%، ونسبة التعادل التقريبية 11%، ونسبة الخسارة 88.89%. أرقام لا تليق أبدا بتاريخ فرسان مكة العائد من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وخاصة وأن كل تلك النتائج لا تعكس المستوى الجميل الذي يقدمه الفريق وطريقة اللعب باللمسة الواحدة والسرعة في الهجمات المرتدة. لكن يبقى السؤال، هل سيتدارك الوحداويون حال الفريق قبل العودة لدوامة الدرجة الأولى؟ تركي شديد، كرة. أبو بدر، لا يليق، لا يليق لا اسما ولا تاريخا ولا إمكانات ولا شيء. يعني فيه أندية أنا أعتقد مثل الوحدة في مكة، مثل القادسية في الخبر، يفترض أن يكون لها كل الإمكانات لكي تتفوق وتنتصر، لأنه نادي خلاص، نادي المدينة، تمثل مدينة، نعم. تمثل مدينة ويمثل مدينة، يجب أن يتعاطف معه. نادي الوحدة عندما وأهل المدينة رجال أعمال عندهم ملاءة مالية، يعني لما استلم علي داود، الأستاذ علي داود رئاسة نادي الوحدة، أنا أتذكر تصريح وكلام جاء حول نادي الوحدة بدون ما نطرح أسماء، توقع الإنسان أنه نادي الوحدة سينافس الهلال والشباب والأهلي ماديا، صح، بحكم الشيخ صالح كامل الرجل الأعمالي كان يرأس هيئة أعضاء الشباب، لا لا، وقيل كلام أنه سيتم تبرع ودعم واستثمار وإلى آخره، يعني كلام كان على الورق يحيك بأنه نادي الوحدة بينافس الأندية هذه على النواحي المادية، وبالتالي بتنحل مشكلته. الآن اللي حصل أبدا، يعني تيجي يجي لك في التقرير، والتقرير الحقيقة جدا ممتاز لما طرح لغة الأرقام والنسب، فريق ما فاز ولا بمباراة نهائيا على أرضه، لم يفز، لم يتعادل، لم يخسر، لا لم خسر جميعها، تعادل خارج أرضه، يعني بدأ. وهذا يدل أيضا على إشكالية إذا أنت داخل أرضك وعلى ملعبك لا تستطيع أنك حتى تتعادل. علي داود الآن في موقف محرج، يعني بصراحة طبعا. تم إحراج علي داود بهذا المكان وهذا الموقف. والله شوف، أنا أعتقد أنه أنا لا ما أقدر أنه أقول أنه أبو خالد أحرج نفسه، ربما أنه إحرج، يعني أن تدخل في هذا الموقف وتجد قبل الدوري فيه دعم وفيه إعلان على الصحف وأمام الملأ أنه فيه ضخ أموال للنادي، وطرحت الأرقام
يعني طرحت كأرقام الآن تجد أنه ما في شيء، فمعنى هذه تطرح علامة استفهام. الآن نرجع للنقطة، تاريخ الأستاذ علي داود لا يستحق أن يكون في هذا الموقف المحرج الآن. طب حنا الأستاذ علي داود تاريخه ما في شك، سواء كان كلاعب أو أيضا كإداري أو كمعلق، يعني تاريخ الرياضي عموما لا يستحق ولا يتوازى مع ما يحدث الآن. ما يحدث الآن النقطة المهمة جدا الآن هذه أبلغ رد. عندما تباكوا الكثيرين وتكلموا عن هبوط نادي الوحدة العام الماضي نتيجة سحب النقاط الثلاث واتهام اتحاد القدم بأنه هبط نادي اتحاد القدم، الحقيقة لم يصدر قرار بهبوط نادي الوحدة، وهذه الإشكالية الاختلاف. اتحاد القدم أصدر قرار بسحب ثلاث نقاط من الوحدة وسحب ثلاث نقاط من التعاون، لأنه نادي الوحدة لم يستطع أن يكون من الرصيد ما يشفع له بالبقاء هبط. فالهبوط نتيجة خصم حسم النقاط وليس قرار أساسي. الآن طيب نادي الوحدة وينكم؟ يعني هل معقول أنه انعكس القرار كله كل هذه أسباب الإشكالية؟ أبو ضيفة الله، شوف خلينا نقارن الآن بين الرائد، لما تكلم عن الرائد والوحدة. طيب الوحدة المكان اللي هو فيه الآن يليق فيه على حسب الوضع اللي هو فيه، لا يليق فيه تاريخيا، لا يليق تاريخيا، لكن يليق فيه على حسب المعطيات الموجودة الآن. عدم استقرار تدريبي، مدرب تم استبداله، يلعب فريق محترفين أجانب اثنين ومستواهم متردي صراحة، العناصر السعودية إلى حد ما مقنعة، لكن أمور مالية، أنا دائما الأمور المالية ما في شك أنها عائق، لكن لما تقارن ظروف الفتح أو ظروف النجران ماديا ما أعتقد أنها أسوأ من فريق بحجم الوحدة. ومع ذلك نشوف الفتح الآن وين، نشوف نجران الآن وين ويحقق نتائج. إذا الأمور المالية جزء لكن ليست كل، إذا هناك خلل فني، هناك خلل إداري واضح. فأنا أقول لك قارن بين الرائد الآن، والرائد يملك كل المقومات اللي احنا قلناها الآن، ومع ذلك لا يزال غير مقنع فنيا. لكن الوحدة اللي قاعد الموقع اللي هو فيه الآن يعكس تماما ظروف الحالية وأمر طبيعي. لكن ترى بدري، يعني لو نذكر العام الأنصار أنهى الدور الأول بدون أي نقطة، والدور الثاني حقق نتائج جدا ممتازة، بالتالي بالإمكان الفترة الشتوية الآن بعد شهرين ممكن الوحدة يسجل محترفين سواء محليين أو أجانب، يعني راح المهم أن يكونوا إضافة للفريق. أنا أعتقد أنه لا زال الكلام عن الهبوط جدا صعب، مثل ما هو الكلام علي داود. شوف أي إداري يرأس نادي من أندية الدوري زين لا يجب أن يلام ولا يمكن أن يتأثر تاريخه من خلال نتائج تحقق، لأنه خلنا بالشعب نقول الشقة أكبر من الرقعة، لأنه موضعه في أماكن ووعدوا بوعود، سواء الوعود هذه داخلية من أعضاء شرفهم أو ناديهم أو خارجية من الجهات الرسمية، سواء اتحاد الكرة، سواء رابطة محترفين، سواء نقل تلفزيوني، كل هالأمور كانت وعود وبنوا عليها آمال وبنوا عليها تعاقدات حتى وقعوا بأمانة. فلا تلوم لا علي داود ولا أي شخص آخر، يعني رؤساء أندية آخرين ترى دفعوا ملايين من جيبهم الخاصة وعالجوا أوضاعهم، ليس كل شخص يستطيع أن يدفع ملايين من جيبه الخاص. فما أعتقد أنه أي عاقل رياضي ممكن يلوم علي داود أو أي رئيس نادي آخر. إحنا ما نقول أنه اهتزت سمعته ولا يمكن تهتز مكانة أي شخص، ولكنه لا تليق يعني هذا الكلام، يستحق أجواء أفضل من اللي هو فيها طبعا. طيب يعني زي ما تفضل أنه بالفعل نادي الوحدة النتائج، يعني ترجع لتاريخ الوحدة، ما أبغى القديم، أسامة هوسال من الوحدة، الشمراني من الوحدة، كامل موسى من الوحدة، والمر. فالنادي عنده إمكانات، محياني، فالمواهب موجودة، العناصر موجودة. طيب. يعني كل الإمكانات للنجاح متوفرة. عموما بقي على من وعد الأستاذ علي داود ومن وعد نادي الوحدة بالدعم أن يفي بهذه الوعود أو يترك المجال لمن يستطيع الوفاء بالوعود أن أطلقها. فاصل قصير بعده يعود البرنامج لمواصلة الحديث. جيرتس يثير التساؤلات حول عودته للهلال رغم ارتباطه في قطر،